لو الحكاية فيها إن فيديو. نروح بعد كده لبرج العذراء. العذراء النهاردة عندهم القمر في مواجهة برجهم، وده وضع مش داعم أبدا ليهم. ممكن يكونوا معرضين للعصبية أو للاستفزاز. مطلوب من مواليد العذراء ان هم ياخدوا اراء الناس المخلصين ويستمعوا ليها كويس، ويحاولوا يعتمدوا النهاردة على روح الفريق، ما يعني ما يعندوش ويصروا انه يعملوا كل حاجة بنفسهم.